اليوم اليوم الدغني بلون تاع جاكوا حسن في الشوط. ما نقدرش نختصر لك 3 شهور تصوير، لكن انت حضرت معنا يوم. اليوم هذا اللي حضرته معنا راهو عينة تقريبا كل ايام التصوير. تمتعنا 12 سمانة تاع تصوير مسلسل دموع لولي يا سيم، كما يقول لك اون افونتور اللي جوزتها مع دي تكنيسيان، مع دي زاكتور اللي كنا كومون فامي، اللي جوزنا ولا دي مومو ملاح دي مومو شوية صعب. سيتي الدرني بلو تاع تشيبو. كان واحد الكلمة اللي تعاودت بزاف سوغ سو بلاطو، سيكو تمتعنا سيريوزمون افير نوت ميتي افير، ما يقول لك وين سيريوزمون الجو اللي كان في البلاطو ساعد باش نكونوا في مواقف تاع تأليف وتاع ابداع. سي بون لي كات هاي جماعه، هاي مش خدام خالي، يعني واقف في الفيرما من خاطر واقف. شوف انا عندي شركة تاع ماتريو كونستركسيون في الجزائر، يعطيك الصحة طلع في روحك. الله يبارك فيك خويا. الشيء الثابت اللي كان انه احنا فريق عمل نقدر نقول متكامل، فيه يعني في كثير من الانسجام لانه معظمنا خدموا مع بعض من قبل. الاجواء كلها كانت اجواء يعني فيها طاقه ايجابيه، فيها رغبه عند الكل لانجاح العمل. الماء يا اللي كيف هذا الشو ايها بجبل امين بس كلكم مينيت نشكر كاع الفرقه التقنيه تاعي، نشكر كل الممثلين اللي كانوا معايا ورافقوني في هذه المغامره. عملنا احنا كل شيء لانه يكون العمل بمستوى ما ينتظره الجمهور منا. جمهورنا الكريم ان شاء الله نمتعوكم في هذا رمضان، تابعونا دموع الاولياء في سميرة تي في. اليوم Anissa sur le rôle de Cédria. Oui! Yo! 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 Yo!